احنا كده خدنا الاختبار ده ما فيهوش اي حاجه، هو تمام. طب نشوف بقى انت حليت كله صح، نشوف الايه ده الاختبار اللي بنعمله كل هسه. ممكن ناخد بقى النهارده الدرس الثاني اللي هو مجموعة الأعداد غير النسبية. تمام، مجموعة الأعداد غير النسبية، مجموعة الأعداد غير النسبية ماشي، ودي مرموز لها بنون شرط. بص يا سيدي، هي مجموعة الأعداد غير النسبية. أنا لما أجي أقول لك مثلا إيه الأعداد النسبية أصلا؟ الأعداد النسبية اللي هي نون، اللي هي كل الأعداد اللي هي مثلا إيه؟ الأعداد الصحيحة. ناخدهم من الأول، يعني الصفر، في عندك الواحد والاثنين والثلاثة والثلاثة ونص والاثنين على ثلاثة، يعني دي الكسور والأعداد العشرية. كذلك السالبة منها، يعني سالب اثنين، سالب أربعة ونص، كده يعني. النون شرطة بقى الأعداد اللي ملهاش جذر، زي إيه؟ يعني تلاقي مثلا عندك إيه جذر ثلاثة، جذر ثلاثة دي ملهاش جذر. الباي دي عدد غير نسبي. الجذر خمسة مثلا، يعني الحاجات اللي ملهاش جذر دي بمعنى صح بيسموها يا احمد بيسموها الاعداد غير النسبيه. تمام، طيب فهو هنا الدرس بيكلمك على ايه؟ ان مين هي الاعداد الغير النسبيه ومين الغير نسبيه. طب ممكن الاقي جذر بس الاقيه نسبي؟ اه، لما اقول لك جذر اربعه مثلا، فجذر الاربعه باثنين يبقى ده عدد نسبي. لكن لما اقول لك جذر سته، هي الستة ملهاش جذر، يبقى ده عدد غير نسبي. معايا؟ فهمت ايه الفرق بين النسبي وغير النسبي؟ فهمت. تمام، طيب تعالى بقى دلوقتي لو جه قال لي ايه؟ يعني لو دخلنا في التمارين على طول عشان تبان معانا. اه، التمارين المعاصر كده رقم واحد، بيقول لك في كل من 100 يبين نوع كل عدد من حيث كونه نسبي ام غير نسبي. طيب شوفهم كده واحد واحد، سالب خمسة هيبقى ايه؟ يبقى غير نسبي. اللي بعده كام؟ رقم اثنين بعد 2 على 3، لا برضه غير نسبي. نسبي. طيب، طب 2.6% غير نسبي نسبي. لا نسبي عادي، 2.6% نسبي. يعني رقم واحد غير نسبي، اتنين اه، طالما كسر عشري او كسر عادي او كل حاجه نسبي. هما اللي مش نسبي بس ده، وفي عدد اسمه العدد الدائري، اللي هو كده بص يقول لك 2 من 10 دائري. ايه الدائري ده؟ لما انت ساعات بتيجي تدوس على الاله تلاقي ساعات تطلع لك الاله تعمل لك كده 2 2 2 2، مش بتشوف المنظر ده؟ أو. يعني هقول لك زي ايه؟ زي الواحد على ثلاثه، لما تدوس على الاله يعمل لك كده. بص، هذا بتختصرها وانت بتعمل 5 على 3 بس، فبتجيب اه، فبيقول لك حط نقطه على الثلاثه كده، يعني معناها كده اسمه دائري، اسمه لمن دائري. فيكتبوه كده اهو، ان التلت بيساوي 3 من 10 دائري كده يعني. ده برضو غير نسبي، معاه ده غير نسبي. طيب تعالى نشوف اللي بعديها، سالب جذر 36. انت لو جبت سالب جذر 36 اهي هتبقى سالب 6، لان جذر 36 ب 6، يبقى كده نسبي ولا غير نسبي؟ نسبة. نسبي. طب يعني انا الاول اجيب اجابه، والله لقيته طلع اجابه يبقى نسبي، ما طلعش اجابه يبقى غير ايه؟ غير نسبي كده يعني. هي دي الفكره في النسبي وغير النسبي. طيب لو جينا بصينا على ايه مثلا، صور لك بس دي كده، اللي جاية دي غير نسبي عامة، ها؟ هي 36 اه، جذر التكعيب ال 36، هي طبعا ملهاش جذر تكعيب، ده غير نسبي. لان الجذر التكعيبي لازم يطلع لي ايه؟ آه، عدد صحيح يعني، يطلع لي مثلا عدد صحيح، يطلع لي كسر عادي مش مشكله. بس تقول لي جذر التكعيب ال 36، انت حتى لو جبتها على الاله تلاقيه طلع لك كسر عشري كبير كده. طلعت لي 3 وعلامة وكذا رقم كده رابعة. ايوه، جذر 7 ده نسبي ولا غير نسبي؟ لا غير نسبة برضه عشان ما نحسش صح. طيب، طب الصفر؟ بس نسبي. صفر نسبي عادي. طيب جذر التكعيب سالب 64 على 81
هتاخد انت الجذر. لو خدت جذر تكعيب السالب 64 على 81 هتلاقي في جذر تكعيب لل 64 بس مش هتلاقي لل 81. 81 يبقى خد نسبة. يبقى غير نسبة. بص انت تيجي تاخده جذر تكعيبي تسلب 64 على 81 هتلاقي في جذر تكعيبي للسالب 64 سالب 4. تيجي تاخد الجذر التكعيبي ل 81 ما يجيبلكش عدد نسبي، يبقى ده كده غير نسبي. معايا احمد ولا مش معايا؟ طيب طيب شو اللي بعديها؟ ده نسبي الجذر التكعيبي لايه؟ 25 و16 جذر التربيع الكام؟ 25 على 16 16 هيطلع نسبي ولا غير نسبي ده؟ نسبي. نسبي انا طلعت 5 على 4. الجذر التكعيبي ل 3 و3 على 8. انا لو رفعت الكسر هيجيب لي، بص الجذر التكعيبي ل 3 و3 على 8 يبقى الجذر التكعيبي ل 27 على 8. في جذر تكعيبي 27 ب 3 و8 ب 2 يعني هيطلع يبقى ايه؟ يبقى نسبي. انت معلش معايا؟ تعالى نشوف بعد كده. الجذر التكعيبي ل 334 ألف ده هيطلع برضو إجابة، هيطلع 3 من 10، يطلع لك كسر منتهي بمعنى صح. تمام؟ باي على 2 ده بقى، قلنا باي على 2 ده غير النسبي. أنت معايا؟ اي طيب، تعالى نشوف السؤال اللي بعد. ممكن نسيب الباقيين دول بقى في الواجب. احسب قيمة تقريبية لكل من اكتب جذر 11 كده على الآلة يا أحمد، اكتب جذر 11 على الآلة كده هتطلع لك كام؟ طلعت لي 11، جذر 11 لا هات عدد عشري بقى، هات ابو زراد اس دي 3 عدد علامة 3 علامة 3 3 علامة، ثلاثة علامة وكام شوية ثلاثات ولا كام؟ لا 3 1 6 6 2 4 7 9. كفاية. احنا بقى بص بقول لك لأقرب جزء من 100. فين الجزء من 100؟ معروف إن أول واحد ده جزء من 10، ده من 10، اللي من بعده 100 ده من 100 مش كده؟ ده جزء من 100، جزء من 100 يقصد بيه الواحد. طب نبص على الستة اللي جنب، فاكر اللي هي بيقول لك عدد ضعيف أو غني وفقير، الستة ده غني ولا فقير؟ غني غني غني. الأعداد اللي أكتر من 5 بتحسب إنها غنية. تمام؟ 5 أو أكتر، فده غني هيزود لي ده واحد. فيخلي لك الإجابة إيه؟ هو بيتلغي بقى، يبقى 2 3 علامة 3. أنت فهمت يا أحمد الفكرة إيه في النوعية دي من المسائل؟ معلش معايا. معاك. طيب، تعالى نشوف اللي بعده اللي هو إيه؟ جذر التكعيب السابعة دي، تعرف تعملها لي؟ السبعة سبعة جذر تكعيبي لسبعة جزء من 10 دقيقة قول لي هتطلع كام الأول بس؟ تطلع 2 علامة 6 4 5. 2 علامة 6 4 5. طيب هو لا ما عايز هتبقى 2 علامة 7 يعني لا 2 2 الأربعة ما تزودش، الأربعة أصل العدد ضعيف، الأعداد الضعيفة الضعيفة 0 و1 2 3 4 دي ضعيفة. الأعداد القوية اللي هي مين؟ من أول 5 اللي هي 5 6 7 8 9 هو دول بيزودوا، الضعيفة دول ما بيزودوش حاجة. أنت معلش معايا؟ معاك. طيب فالضعيفة دول ما بيزودوش حاجة. فيبقى كده أنت عندك إيه؟ ده هيبقى عدد غير إيه؟ يعني ده يعني ده مش هيزود لي حاجة. بص تاني خط واضح كده 5 6 7 8 9 يقول لي لا هيزود. تمام؟ طيب تعالى نشوف اللي بعديها بيقول لك ايه؟ جذر تكعيبي سالب 9 جذر تكعيبي سالب 9، ممكن تجيبها على الآلة برضه اهو، جذر تكعيبي سالب 9 شوف هتطلع لك ايه؟ سالب 9 سالب تكعيبي
قالت لي سالب 2 علامة 0 8 0. سالب 2 علامة 0 8 0 صح كده؟ طيب هو اه بيقول لك الأقرب جزء من إيه؟ من 10. من 10 اللي هو الصفر ده، ها يبقى اه تطلع يبقى 8 سالب 0 هتبقى 2 علامة. ها بتطلع إيه العلامة؟ يبقى بتطلع 2 علامة علامة، 1 2 1 من 10. صح، ده سالب 2 وفي سالب طبعا. طيب اه عادي، يبقى كده الكلام ده سهل أهو، مفيش حاجة سهل جدا يعني. طيب تعالى نشوف عندنا ايه. بص على السؤال اللي بعده كده بيقول لي ايه. السؤال اللي بعده اللي بيقول بعده لك بيقول لك يوجد عددين صحيحين متتاليين ينحصر بينهما جذر 5. هتقول انت مطلع جذر 5 على الآن، طلع لي جذر 5 كده شوف اطلع بكام. اتنين علامة اتنين تلاتة ستة. مين؟ اتنين علامة قال الجذر 5 اتنين تلاتة ستة. انت طلعت 2 علامه 2 3 6 صح؟ من اه الاخر من الاخر خد بالك، يعني جذر 5 كده يعتبر 2 وحته. يعني لو قلنا ده رغيفين يبقى دول رغيفين وحته عيش صغيره. معايا؟ يعني 2 ومعاها حته صغيره، ما ده كسر عيش يعني حته حته رغيف. طيب اه لما يكون انت معاك رغيفين وحته عيش، مش تبقى انت اكتر من اللي معاه رغيفين واقل من اللي معاه 3؟ اه صح ولا لا؟ صح. فاهمني يا احمد؟ اه فين عرفت يعني ايه انحصر؟ يعني انت لو معاك شوكولاتتين يا عم، والحته دي حته شوكولاته كمان مع الشوكولاتتين، اللي هو الكاس العاشر ده حته شوكولاته كمان، مش انت تبقى اكتر من اللي معاه شوكولاتتين بس واقل من اللي معاه 3 شوكولاتات؟ صح ولا لا؟ ايوه بس صح. هو ده اللي ينحصر. يبقى بقول لك هات لي عددين صحيحين ينحصر بينهما يبقى الاثنين والثلاثه. طب تعرف تعمل لي اللي بعدها؟ جذر 12 ولا هي جذر تكعيبي؟ لا جذر 12. ها جذر 12 هات واحده جذر تكعيبي كده، هات جذر تكعيبي سالب 20 دي ولا سالب 30 اللي في الاخر؟ سالب 20 طيب هاتها كده. مش اه ده جاء بس هحسبها كده. سالب 2 من كام؟ 714 من قلب. يعني 2 وحته برضه خد بالك، بس ده سالب 2. ركز بقى، لما انت تكون سالب 2 خد بالك يبقى انت هتبقى اكتر من هنا. خد بالك بقى العلامه هتقلب بقى معايا في السالب. ليه؟ لان سالب 2 ده سالب 2 وحته ده خد بالك، انا اسف بقى ماشي، سالب 2 وحته ده هيبقى اقل من سالب 2. خد بالك من الكلام، لان السالب عكس الموجب، السالب عكس الموجب، هو اللي معاه في الموجب 2 وحته اكتر من اللي معاه 2، في السالب بقى اللي معاه 2 وحته اقل من اللي معاه 2. فاهم حاجه؟ مش فاهم. فاهم. طيب طب وهنا العدد اللي هيبقى هنا يبقى كام بقى تفتكر؟ هيبقى 1 بقى. لا لو انت عملت سالب 1 تبقى المتباينه دي كده مش مظبوطه، السالب 1 في الاخر ثلاثة. هيبقى اقل من سالب 2. بص اصل انا خدها من الاول للاخر كده، معنى ان سالب 1 اقل من عدد، والعدد ده اقل من سالب 2، يعني هو سالب 1 اقل من سالب 2، يبقى الكلام ده مش مظبوط. امال الصح سالب 3 صح. شوف انت اقول لك على حاجه، انت ممكن تعكسها، يعني تقول ايه؟ معروف ان مثلا لو 2 وحته ده في العادي بيبقى بين 2 و3 صح؟ يعني اكتر من الاثنين لو هو موجب، لو هو موجب مش كان يبقى اكتر من الاثنين واقل من الثلاثه صح؟ عشان هو 2 وحده. لما يبقى سالب كل حاجه بتتعكس، لما يبقى سالب لا الثلاثه دي هتبقى سالب 3 وتيجي هنا، والاثنين دي هتبقى سالب 2 وتيجي هنا. فاهم حاجه؟ عشان تمشي العمليه مظبوط، لان فعلا سالب 2 وحته اكتر من سالب 3. ما انت تشوفها في الموجب بتقول ايه؟ 2 وحته اقل من 3 في الموجب، يبقى 2 وحته اكتر من سالب 3 في السالب، السالب يبقى اكتر. انت فهمت يا احمد الفكره ايه؟
السؤال اللي بعديه نفس القصه، هو عايز يقول لك ايه؟ مش انت كنت هنا بتقول ايه؟ جذر 5 مثلا، مش كنت بتقول يعني حاصر بين 2 و3؟ طب ما انت هتلاحظ ان ادي الاثنين، الثلاثه دي مش عباره عن 2 زائد 1؟ ها؟ فكون انه يقول لك هات لي، حط لك هنا س، ممكن بقى قبل ما احط لك كده يقول لك هنا س وهنا س زائد 1. طب ما هي هي، ده 2 ده 2 زائد 1، يبقى لما ده يبقى س يبقى ده س زائد 1. يبقى معنى كده انت من الاخر برضو السؤال اللي بعده ده، لما انت تقول لي جذر 5 وتحطها لي من س وس زائد 1، يعني انت عايز تقول لي هات لي جذر 5 محصوره برضو من عددين متتاليين، صح؟ اهو، ما هي ده بالظبط. ما هو ده لو العدد ده س يبقى ده اسمه س زائد 1، صح ولا لا؟ هو العدد اللي عايز يقول بعده يعني ايه المكان السين ديت اللي هو نفسه برضه اثنين، يعني اثنين اكبر من اثنين اقل من خمسه، اكبر ايوه، من ثلاثه يعني نفسها. بدل ما، يعني بدل زي السؤال اللي فات ما قال لك هاتها لي بين عددين متتاليين، قال لي حط لي بدل العددين المتتاليين س وس زائد 1. طب ما هي هي برضه، هي هي الس ده هيبقى هو الاثنين، تمام؟ يعني انا من الاخر هو جايب لي واحده بيقول لي جذر 8 عشان ما توهكش، جذر 8 حطيت هنا س وهنا س زائد 1، انت تتعامل معاها عادي كانها ايه؟ شوف الجذر 80 احسبها كده، سيبها لي كده، من 80 جذر 80 8 علامة، التمانية ونص، ثانية ونص كده. 8 علامة وشوية كده، في 8 ولا في؟ ماشي 8 علامة، 9. ماشي، المهم يعني 8 وحاجة. طب مش 8 وحاجة ده أكتر من 8، صح؟ اللي معاه 8 وحاجة أكتر من اللي معاه 8 وأقل من اللي معاه إيه؟ 9، صح ولا لأ؟ يا أحمد، نعم. يعني اللي معاه 8 شوكولاتات وحاجة، او 8، 8 يا عم صندوق العمله ايه في ايطاليا؟ لامدا العمله، العمله في ايطاليا ايه؟ ليره ولا ايه؟ ولا يورو يورو ها؟ يورو يورو، اه يبقى صحيح اتحاد اوروبي، يورو يعني، صح؟ طيب اللي معاه 8 يورو وشويه يعني فكه كده، الجزء من اليورو اسمه ايه؟ ثانية. لا يعني زي القرش عندنا كده، انت عندكم اسمه ايه؟ جزء من اليورو، سنت مثلا ولا حاجه؟ الو، خلاص يا عم مش لازم تعرف، سنتزمي سنت، سنتزمي سنتزمي شنتزمي. اه طيب ماشي، طيب انت معاك دلوقتي 8 يورو وشويه شنتزمي، تمام كده؟ طيب اكتر من اللي معاه 8 يورو واقل من اللي معاه 9، اه ماشي؟ بس ماشي. طيب المهم يعني، يعني خليها عامل، خلينا في الجنيه، 8 جنيه وشويه قروش، اكتر من اللي معاه 8 جنيه بس واقل من اللي معاه 9 جنيه، طيب ادي الفكره بقى في ايه؟ في الموضوع، طيب فهم؟ ففي الحاله دي هو بيسالني عن س، س بكام؟ يبقى س ب 8، هو بيسالني عن س بكام؟ ثانية بيسالني، يبقى اقول له س ب 8، ما س مكانها 8 يبقى س تساوي 8، والثانية فاهمني يا برضه، احمد؟ والثانية برضه بس، نعم؟ والناحية الثانية برضه سين بتساوي 8. اه انت لو حسبتها هنا، ما س زائد 1 تساوي 9، يعني برضه س ب 8، 8 زائد 1 تديها 9، انت معايا يا احمد ولا مش معايا؟ معاك. طيب ماشي، انا مش بتريق على العمله، بس الاسم كده غريب عليا يعني، اول مره اسمعه يعني، انا بحسبها ايوه. سنت عادي. لا هو اسم كده، اه الشنتزمي ده اسمه بالايطالي يعني، ولا اسمه عامه كده؟ هو مش عارف بس هو اسم ايطالي، مصري اه ايطالي، هو عشان تزن اه يعني حتى في الدول التانية اسمه كده برضو. كله في الدار كلها عشان هي تلاقي جايه من سنت، زي السنت كده، قريبه من كلمه سنت. هي هما كانوا اول عاملينها مش عارف ليرة ولا ليلة اه ري، اه اه انا فاكر وغيرها ليره اليورو ف الايطاليه، اه 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 فغيروها بقى. عشان من ساعه بتاع اليورو، تمام. طيب انت فهمت يا عم القصه ماشيه ازاي؟ طيب تعالى بقى فهمت. دلوقتي اصور لك بس دي، فهمت بقى الحركه دي تعمل ايه؟
يعني ايوه فاهم. س زائد واحد دي ما ترعبكش، يعني هي نفس القصه يعني. طيب، تعرف تحليلي بتاعت س اقل من، خد بالك ايه، مقياس سالب جذر 35، تعرف تحلها دي؟ 5 زي عارف اعملها. طبعا المقياس هيشيل السالب من الاخر، المقياس هيشيل السالب. السالب هيبقى جالس 35 على طول. وتجيب بقى جذر 35 نشوفها بكام. حلو وصورت. ماشي، طب حلو. حل، طب حل لي 5 و6 كده يا احمد وصورهم لي، 5 و6 ماشي وصورهم لي. اوكي، خلاص، 5 5 و6 وصور لك. وصورهم وبعتهم لي. يلا، ماشي طيب بس وقسيت. كده تبقى ب 5. ماشي طيب ماشي. طب بص يا احمد، ممكن تشوف بس السؤال اللي بعده. أنا عملته بس مش عارفة هو صح ولا غلط. ما انا عارف. طب قولوا كده اللي هو كان ايه، يبقى سالب 2 سين بس سالب 2 اللي هو رقم 6. رقم سالب 5. جذر رقم 6 ولا رقم 5؟ لا انا قلت الاول اللي هو بتاع 5 ده رقم 6، رقم 5 بقى هتبقى سالب 2. صح، لان انت بتتكلم جذر سالب 100 ده، انت طلع معاك بكام؟ جذر جاب سالب 100 طلع بكام؟ سالب 1 سالب ها؟ 1 سالب 1 لا ده سالب 100، جذر تجاوب سالب 100 هيطلع معاك كام؟ سالب 1. خد بالك ان هي جذر تجاوب سالب 100. انا جذر عارف هو طلع، انا حطيت على اللي طلع معايا كده. ازاي؟ ايه، اكتب جذر تجاوب سالب 100 كده، شوف هتطلع معاك كام. لا هتطلع اكتر من كده يا عم. واحد ازاي؟ واحد طلع واحد اعمل جذر تجاوب سالب 100 بس، شوف هتطلع لك كام. بس ما زودتش حاجة يعني. انت بس نسيت تصحى. ما انا فاهم. طلعت معاك كام جذر تجاوب سالب 100؟ واحد اكتبها بس على الآلة كده يا احمد، لكن جاز تكامل سالب 100 شوف هتطلع كام. قريب واحد والله. ازاي يا عم جاز تكامل سالب 100 تطلع سالب 91؟ اصل هي طب هفتح الكاميرا لا، وريك ما اللي اقصدش، يطلع. اصل انت كتبت جذر تكعيب السالب 100. انا عملت سالب وصفر صفر واحد. لا يا عم، 0 0 1 ايه؟ انت كتبتها منك اخر عندكم في ايطاليا على زي الانجليزي. لا 1 0 0، هي الانجليزية. انت كده كتبت، انت كتبتها 0 0 1 دي، انا استغربت. انت كده كتبت واحد. ما هي انا فاهم، ما هي الآلة انجليزية انجليزي. ايوه يا عم، تكتب لي ان هو جذر تكعيبي بالانجليزي اهو، 1 0 0 مش 0 0 1. ما طلعتش اي رقم. طب اكتب لي بس جهاز تكعيب ال 1 0 0 كده، اكتبها لي على الاله كده. ان انت كنت كاتبه ده 0 0 1 ده كده، انت كده ده 1. طب ما جهاز تكعيب ال 1 طبعا لازم يطلع لك 1 ما طلعتليش حاجة بجد. والله هتطلع لك، ايوه ما والله. هتطلع، هتطلع لك ديسيمال. لا مش هتطلع، لازم هتجيب لي كلمات كده انجليزية ومش هتطلع لي اي ارقام. يعني مش قادر تطلع لك الرقم؟ سالب 100 يا عم ما تطلعهاش يا عم، اكتب كاس التكعيب سالب 100 كده. طلعت لي كده. ايه؟ طلع لك ايه؟ كاس التكعيب سالب 100. سيبها كده على الآلة كده وشوف. طب ثانية عشان احنا كده، يبقى كده احنا بنعمل كل المسائل غلط. دقيقة بس. ايوه، انت بتكتب يا احمد، انت بتكتب جذر تكعيب سالب 100 زي كده، زي ما انا كاتبها كده بالظبط، شوف هتطلع كام. طلعت لي يا هتطلع لك في الثلاثات كده، في الاربعات او حاجه، صح؟
سالب 4 ايوه كده يا عم، و6 10. سالب 4 بشويه صح؟ اه ماشي. اه ما انا بقول ده لك سالب 4 بشويه. طب سالب 4 بشويه خد بالك هتبقى موجوده بالميل، ما تنساش. قول سالب 4 و2 من 10 مثلا، هيبقى العدد اللي يبقى هنا ايه والعدد اللي هنا ايه؟ ها لا، العدد اللي هنا هيبقى ما تستعجلش. خمسة سالب 5 الله ينور عليك. والتاني 5. واللي هنا هيبقى سالب 4، احنا بنعكس عشان ده سالب، عشان كنت عايزك تعملها عشان كده. يبقى طب ما هو هتطلع في لك اصلا ايه؟ زائد واحد، مظبوط. زائد واحد. وكده السين هيجي يسالك على السين، يبقى السين بسالب 5. خد بالك احمد من الحاجات دي، موضوع السالب ده عشان بيلخبط شويه. تمام يا ريس؟ تمام. طيب تعالى لا نشوف. على فكرة، بس أنا هقول بس حاجة، اتفضل. هو أصلا لازم يكون سالب 5 عشان في زائد واحد كده هيطلع لي. ايوه اه، ما سالب 5 زائد 1 يديك سالب 4 فعلا. أيوة طيب ماشي. اللي بقى السؤال اللي بعديه برضه بيقول لك اوجد قيمه تقريبيه لكل من مئتي. طيب العدد النسبي في الاعداد الاتيه، ده سؤال سهل. انا في سؤال بقى اختار دلوقتي، انا بدور بس لو حاجه صعبه نقولها. اذا كان س بتساوي جذر 2 وص بتساوي 2 في اي مما يلي لا يمثل عددا نسبيا، او دي لازم نعوض فيها بقى يا احمد. بص يعني بيقول لك س بتساوي ايه؟ خد بالك كده، من عشان اقدر احسبها لازم اعوض. بيقول لي السين بتساوي جذر 2، ها والصاد بتساوي ايه؟ هو 2. الصاد بتساوي احنا كده، الصاد بتساوي 2. طيب فانت لازم هتضطر تعوض، الصاد بتساوي 2 هتضطر تعوض. تعوض ازاي؟ اهو الصاد بتساوي 2 ماشي. طيب عايز انت ايه بقى؟ بيقول لك في اي مما ياتي يعتبر عددا لا يمثل عددا نسبيا. اه طب اول حاجه س تربيع زائد ص، نعوض بقى س تربيع زائد ص، حط بدل السين جذر 2 وعلى تربيع زائد ص، ص ب 2. طبعا انت لو حسبت دي على الاله اصلا مش محتاجه اله، جذر 2 تربيع، التربيع بيلغي الجذر، يعني دي هتبقى 2 زائد 2 هتبقى 4، طبعا ده نسبي. انت معايا ولا مش معايا؟ معاك طب اللي بعدها س زائد ص تربيع، الس بجذر 2 الص تربيع هتبقى 2 تربيع، يبقى انت بتتكلم في جذر 2 زائد 4. ها ده كده نسبي ولا غير نسبي؟ ده غير نسبي، نسبي غير نسبي. طالما في حته غير نسبي وحته نسبي مجموعين مع بعض يبقى كله على بعض غير نسبي. عارف زي ما يكون عندك نقطه حبر كده انت حطيتها في طبق لبن بتبوظ الطبق كله. فدلوقتي ايه؟ ده جذر 2 ده غير نسبي، والاربعه دي نسبي. فهم مع بعض يقوم عامل لك عدد على بعضه غير نسبي، يبقى ده غير نسبي. فهمت الفكره ايه؟ فهمتها. معايا يا احمد؟ طيب وخد بالك ده بيتحسب على انه عدد واحد، تخيل ده كده على بعضه بيسموه عدد غير نسبي. واحد واحد مش عددين يعني، لا ده عدد واحد. بس بتتكون من جزء من جزء نسبي وجزء غير نسبي كده يعني. طيب طب شوف اللي بعدها. اه سمعنا يعني. طب شوف اللي بعدها. يعني بس يجمع معايا. سنة ده. طيب اللي بعديها بيقول لك ايه؟ العدد غير النسبة اه المحصور جذر بين س اثنين تربيع ص، دي جذر س تربيع ص، ده. جذر س تربيع ص يبقى جذر س تربيع هتعوض على الس بجذر 2، بجذر 2 تربيع ص اللي هي في 2، هنحسب دي يبقى جذر
دي هتبقى 2 في 2 ب 4، جذر ال4 بكام؟ ب2. تمام؟ طيب جذر 2 س ص، عوض كده يبقى جذر 2 في س اللي هي بكام؟ جذر 2 برضه في ص اللي هي ب2. وهتقوم حاسب كل ده وطلع لك كام؟ 4. حاسب ده كله يقوم طالع لك ايه؟ 4. طيب فطبعا ده نسبي وده نسبي، وبسألك مين اللي ايه لا يمثل غير نسبي، بدأ يطلع اللي في النص هو اللي لا يمثل ايه غير نسبي. طيب العدد غير النسبي المحصور بين 2 و3 هو اتنين ونص. الغير النسبي، خد بالك. فانت هتعمل ايه بقى؟ هتجيب جذر 10 ده بالآلة وجذر 7 بالآلة. هات جذر 10 كده بالآلة، ثلاثة وعلامة واحد مش هينفع. طبعا 3 و3 وعلامه دوا مش هيكون موجود بين 2 و3، لازم اللي يكون موجود بين 2 و3 يكون 2 وحاجه يعني. تمام، 2 وحاجه. وستة. طب هات جذر 7 كده، هو جذر سبعة هو الاثنين علامة ستة. 2 علامه 6 اللي هو ده اللي موجود ايه ما بين. تمام، يبقى جذر 7. طيب اللي بعدها زيها، جذر 10 يساوي تقريبا، دي سهله الرابعه اقرب عدد صحيح. برضه هتجيب جذر تكعيب 25، شوف هتطلع كام كده. مين علامة تسعة؟ 2 علامة 9، يبقى أقرب عدد صحيح. لا إيه يا أحمد؟ 3. 3. تمام. طيب إذا كان ن تنتمي لصاد مجابة، دي عادية بقى، ن زيها زي س برضه. طب شو اللي بعدها؟ طول ضلع مربع مساحته 6 سنتي هو، احنا قلنا عشان تجيب طول الضلع خد بالك، لما بتكون عايز تجيب مساحه المربع بتاعه الضلع نفسه، يعني اديتك مربع مثلا طول ضلعه 5، بتعمل انت 5 ب 5 ب 25. طب عايز تجيب طول الضلع، طول الضلع بتعمل جذر المساحه، يعني جذر 25 دي 5. تمام، فهو اللي دلوقتي بيجيب لي المساحه 6، يبقى طول الضلع هيبقى كام؟ ثانية ما انا بقول لك طول الضلع بيساوي جاذب المساحه، تجيب جاذب المساحه، قانون المساحه عندك ب 6 يبقى هو جاذب 6. فاهم يا احمد؟ طيب طيب ما عايز تجيب طول ضلع المربع تعمل جاذب للمساحه. طب المربع الذي طول ضلعه جاذب 3 تكون مساحته كام؟ احنا قلنا المساحه بتعمل طول الضلع في نفسه، يبقى هتبقى مساحته كام؟ مساحته هو كام؟ 26 زائد 1 لا لا يبقى لا الأولانية كانت ثانية هنعملها الأول لا مش محتاجه. بص، هو طول ضلع وجذر 3، انت عايز تجيب المساحه، مش المساحه بتعمل طول الضلع في نفسه، يعني تعمل جذر 3 في جذر 3. عارف جذر 3 في جذر 3 دي كام؟ لما بتضرب الجذر في نفسه الجذر بيتشال، بيديك 3. ليه؟ لان جذر 3 في جذر 3 بيدي لك جذر 9، وجذر 9 بكام؟ 3. جذر 9 بكام؟ ب 3. تمام؟ انت فاهمني يا احمد ولا مش فاهمني؟ ايه. طيب تعالى نشوف كده، المربع برضو لازم مساحته 10 يكون ضلعه كام؟ قلنا طالما مساحته 10 يبقى ضلعه كام؟ لازم مساحته 10 يكون طول ضلعه 10 يبقى لها جذر تربيع جذر 10 10.5. لو جبت جذر 10 ده جذر 10. حل المعادله س ناقص جذر 5 في س زائد جذر 3. بص، لو انت عملت س ناقص جذر 5 في س زائد جذر 3، احنا اتفقنا بيكون عندي قوسين كده، دي معادله س ناقص جذر 5 في س زائد جذر 3. مش احنا بنعمل ايه؟ بنساوي مره ده بصفر. بص دايما لما يكون عندي قوسين، نساوي ده مره بصفر ونساوي ده مره بصفر. بص اللي هيطلع، ودي الجذر 5 الناحيه الثانيه، س بتساوي جذر 5. هنا ودي جذر 3 الناحيه الثانيه، س بتساوي سالب جذر 3. تمام؟ يبقى كده الس بكام؟ جذر 5 والس بتساوي سالب جذر 3.
فهو بقى مجموعة الحل ايه بقى؟ هتاخد الاثنين دول مع بعض، يعني تقول له مجموعة الحل هتبقى جذر 5 وسالب ايه؟ جذر 3. مجموعة الحل بتاعتك هتبقى اللي طلع دول، جذر 5 وسالب جذر 3. انت معايا يا احمد ولا مش معايا؟ طيب اللي بعد كده بقى كلهم ايه؟ معادلات وتحلها، دي ما فيهاش حاجه. يعني مثلا عندك ايه؟ اللي بناخد الجذر التربيعي ده عادي جدا، تمام؟ ما فيهمش حاجه، دول حلينا زيهم قبل كده. دول هي بس حاجه زي 4 س تربيع تساوي 9. بص، لا هي خدناها برضه، هتودي الاربعه دي للقسمه، يبقى س تربيع بتساوي 9 على 4، ترجع تاخد الجذر التربيعي هتحط موجب او سالب، يبقى س بتساوي موجب او سالب كام؟ 3 على 2. انت معايا يا احمد ولا مش معايا؟ الو؟ معاك. لكن المعادلات اللي تحت اللي انت شايفها دي، مثلا بيقول لك ايه؟ مثلا س تكعيب تساوي 16. طب ما س تكعيب تساوي 16، لو انت جيت تاخد الجذر التكعيبي للطرفين مفيش جذر تكعيبي طلع مش ل 16 اصلا. 16. طيب اه يبقى س بتساوي جذر تكعيبي ل 16، يبقى كده ايه؟ مجموعه الحل هيبقى الجذر التكعيبي ل 16. يعني انا اقصد ان عادي لما يطلع لك المساله ملهاش جذر يعني. تمام معايا يا احمد ماشي ولا مش معايا؟ معايا. طيب هتكمل انت بقى حل الباقي ده ايه في البيت؟ يعني ممكن انت المساله المكرره تسيبها اللي احنا حليناها وتحل الباقي. خلاص؟ خلاص. تمام؟ بالتالي درس سهل ما فيهوش حاجه اهو. ماشي. طيب والمره الجايه بقى باذن الله يوم الجمعه الجايه تكون مصور لي بقى باذن الله درس هندسه اللي على الدور. عشان بس انا الكتاب ما عنديش كتاب بالعربي. اوكي؟ ماشي يا احمد؟ ماشي. عايز حاجه تسال فيها ولا تمام؟ لا كده تمام. ماشي يا حبيبي، سلام عليكم، سلم على بابا. السلام.